طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير جميعا. خلينا نبدأ المحاضرة بالباندا. خلينا يعني هي أهميتها أنه بتسهل علي كتير التعامل مع البيانات بالتايبس المختلفة تبعتها. وأصل الموضوع هنا أنه الباندا تتعامل مع البيانات بشكل array, numby array. فالنمبي هي عبارة عن library إنه أقدر أتعامل مع المالتي دايمينشنال ماتريسي الري والماتريسيز. التعامل معها سهل جدا، يعني على سبيل المثال بدي أعرف الري، يعني بدنا مجرد إنه أعمل import للنمبي وبتعامل مع الري. فبالتالي بقدر أتعامل أعمل عمليات على مستوى الصفوف وعلى مستوى الأعمدة. طبعا على مستوى الصفوف وعلى مستوى الأعمدة بستخدم هنا الباراميتر access. الاكسس بحطه 0 او 1. 0 بتعامل مع صفوف، 1 بتعامل مع أعمدة، يعني زي ما تعودنا في الباندا. هتلاقوا هنا على سبيل المثال في الهاكر رانك. الحلو في الهاكر رانك انه انا في عندي توتوريال وفي عندي اكسرسايزز على الباندا. فهنا لو دخلت هنا في دومين البايثون، هنا بقدر اختار المواضيع. يعني هنا بختار مثلا انه انا بدي على النمبي، هاي هنا تحت هنا بختار نمبي، بيجيب لي كل المسائل المتعلقة بالنمبي. يعني هنا كيف بدي اعرف الري، بتلاقي انه في انا عندي شرح. اول حاجة انه اعمل import للنمبي. كيف بدي اعرف الري؟ انه الـ a بتساوي numby.array وبعطيها list بهذا الشكل. هذه بتكون 1D، وممكن احدد التايب كفلوت، فبالتالي بتكون النتيجة انا عندي انه بتعامل معها كفلوتينج بوينت. فهنا المثال، وانه ادخل او اكتب الكود تبعه عشان انه انا احل هاي المسائل. فهذه بتسهل علي بشكل كبير او بتكسبني مهارة اكثر انه انا اتعامل مع الباندا بشكل افضل. في الباندا يعني على سبيل المثال انه انا كيف اعمل read او create وread write. الكرييت المبدا تبعها انه على سبيل المثال هنا في هذا الاكسرسايز، هاي السيت اب انا عندي زي هيك، وهنا انا عندي الاب انه انا في عندي داتا فريم، انه انا بدي اعمل بيانات بهذا الشكل. انه هاي الاندكس انا عندي 0 والاتريبيوت ابل والفاليو تبعته 30 واتريبيوت ثاني بانانز والفاليو تبعته 21. فبالتالي هذا عندي سجل واحد بس. فكيف بدي اتعامل معاها؟ بتعامل معاها بهذا الشكل انه fruits بتساوي bd dot data frame، بفتح قوس بفتح dictionary. الدكشنري الكي راح يكون فيه عبارة عن اسم الاتريبيوت والفاليو عبارة عن list تحتوي على الفاليوز. طبعا انا عندي هنا سجل واحد، فعشان هيك انا بحط ال 30 في list لوحدها 30، وهنا نفس الشغلة كوما bananas 21، وبعرف انه الاندكس بيساوي 0. ف الاندكس تبع الاندسيز، يعني هنا في المثال الثاني بتوضح الصوره اكثر. يعني هنا في عندي البيانات انه عندي ابل وبانانا، وفي عندي الاندكس هو عباره عن السيلز حسب السنه 2017 سيلز، هنا عدد 35 طبعا بالطن اكيد، و2018 41، والبنانا 21 و34. فبالتالي انه كيف تعرفها كاتريبيوت؟
انه اسم العمود دائما بحطه هو الكي والفاليو تبعته. ما دام انا عندي هنا سجلين حطيتهم في ليست بهذا الشكل، تمام، والبنانه نفس الشيء، والانديسيز والاندكس انا عندي تبع الليست هذه الداتا فريم هاي انه انا بحطه بهذا الشكل. الاندكس ممكن انا اعتبره عباره عن سيكونس، فبالتالي بيبدا 0 1 2 3، او ممكن احطه شغله معينه زي ما هو موضح انا عندي في المثال هنا انه 2017 سيلز 2018 سيلز، تمام. ممكن اعمل يعني انا عندي هنا دائما bd.dataframe نتعامل معها بكثره. الشغله الثانيه كذلك الشائعه الاستخدام اللي هي السيريز bd.series، يعني على سبيل المثال افترض ان انا في عندي ليست فيها كوانتيتيز، الكوانتيتيز انا عندي هنا 4 كابس 1 كاب 2 لارج وهنا 1 كان. الكان يعني كان سلطانية، تمام. والايتيمز انا عندي فلور ميلك ايجز سبام شغلات كتير، شغلات كتيرة طلعت النوتيلا طلعت بسبب الحرب العالمية. لا مش ممكن، هذا أكيد، لأنه هم كانوا بيعملوا بس شوكولاتة، وإمدادات الشوكولاتة خطوط الإمداد تبعت استيراد الشوكولاتة انقطعت في الحرب، فإيش بدنا نسوي؟ فقالوا بدنا نغش، بدنا نحط الكاكاو بدنا نخلطه بالبندق، فالصدفة طلع إنه طعمه كويس. والميرندا إيش الأساس تبعها الميرندا؟ برضه في الحرب العالمية الثانية خطوط الإمداد انقطعت، تمام، فإيش كانوا يسووا؟ ياخذوا قشور البرتقال ويحطوا عليها صودا وهي الميرندا، تمام. ف هم كثير من شرب الصودا حتى الشاي السائل بدون بالضبط بس الكترة تبعتها بتهري الأسنان وبتهري المعدة وبتهري تمام. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. طيب فهنا ممكن أنا أعرف ingredients مكونات الطبخة أو الوصفة تبعتي عبارة عن series، فالquantity والindex هو عبارة عن الitem والindex هو عبارة عن الitem، فبيكون شكلها زي هيك إنه floor 4 cups milk 1 cup eggs 2 large يعني بيضتين كبار will spam 1 can، تمام. واسم الingredient هذه أو series هذه اللي هي dinner أعرفها بهاي الشكل. طبعا هنا أنا ضفت سيل عشان نوتوك يعني تشوف شكلها كيف، إنه شفت الهيد تبعها. وهنا برضو كذلك إنه ممكن إنه مفهوم السيريز إنه لوحده بروح بعمل الانديسيز، يعني على سبيل المثال لو كان في عندي array العناصر تبعتها A B C D، تمام، وعرفت الأس هي عبارة عن سيريز من الداتا هاي اللي هي عبارة عن نمبي array. عشان هيك ذكرت لك في البداية النمبي إنه تعمل إكسرسايز فيها هنا على الهاكر رانك. بالمناسبة في الهاكر رانك الإكسرسايز تبعت النمبي سهلة، وفي نفس الوقت ممكن تحصل فيها 20 بوينت، فبالتالي بتحصل نجمات أكتر وممكن تنتقل للجولد. عندك جولد مش بحاجته؟ كم سبيكة معك؟ 9 سبايك وجاي تاخد دورة عنا؟ فهي شوف كيف شكلها لما اجي اطبع لك اياها. الباندا فوق، وخلينا احط السيت اب وهنا
فهو فعليا بيبدأ لي انه هو لوحده بروح بعمل الاندكس اندكس 0A اندكس 1 بهذا الشكل. طبعا انا ما حطيتش اسم للعمود فبروح بحطه انونيموس، ممكن اضيف اسم للعمود هنا انه انا احطه كديكشنري، انه احطه كديكشنري بالضبط. هذه values بالضبط، مش اسماء، هذه values انه زي هيك تمام. كيف ممكن نقرأ CSV؟ هذا الكلام مر علينا كتير، انه انا مجرد انه read CSV تمام. وهنا هنا بحكي لي انه بس مجرد انه تشغل السيل بلو عشان انت تشوف ايش ال كيف شكلها، عشان حيسألني عليها أسئلة إنه مطلوب إنه أنا أكتبها على CSV، فهنا 2CSV بهذا الشكل. فمجرد إنه بحط اسم الفايل هو لوحده بروح بعمل لي إياها CSV، وهو بحط الكوماز وبعمل لي إياها في الفورمات تبع CSV، مش داعي إنه أنا أوجع رأسي في هذا الموضوع. هنا إنه أنا كيف أجيب بيانات من الـ SQL، وهذه الشغلة كتير مهمة، لأنه على سبيل المثال ممكن إنه هو الكلاينت اللي أنت بتشتغل معاه إنه يقول لك يعطي لك أكسس على الداتابيز، يقول لك خذ اسحب البيانات وحطها في داتا فريم. فهنا للتسهيل أنا عندي البيانات بدها تكون عبارة عن فايل SQLite. عندكم فكرة عن SQLite؟ إيش هو SQLite؟ بالضبط، فيش داعي ان انا اعمل له هوست على سيرفر، انه لايت من اسمه لايت خفيف، يعني اكيد المصطلح هذا اللي بدخنه بيعرفوه اكيد طبعا. كيف؟ بالضبط، نسخة خفيفة ومستخدمة كتير في الموبايل ديفايس، لانه الموبايل ديفايس الريسورس تبعته كتير انه هي ليميتد. مش انا اطلع في الكل هيك اشوف مين اللي بدخن، بتدخن بس مش لايت. فبالتالي انت مجرد انه انت تحدد المسار تبع الملف تمام، انه تعمل كونكشن، تعمل امبورت لل SQLite 3، تعمل كونكشن عليه، وهنا بتعمل bd read sql query، وهنا بتعطي له query select star from artists، وهنا بتعطي له الكونكشن. هو لحاله بروح بجيب بعمل فيتش للسجلات وبروح بخزن لي اياها في داتا فريم تمام. هذا الاكسرسايز الاول. الاكسرسايز الثاني هنا في الباندا انه كيف اعمل indexing وselection وselecting وassigning. هنا selection على مستوى الصفوف وعلى مستوى الاعمدة تمام. لو شفت الاكسرسايز هذا هنا بشغل السيت اب، وهنا انه بعد ما قرأنا بيانات انه هاي شفنا طبيعة البيانات هذه، انه انا عندي هنا الاندكس، هيو هذا الاندكس دائما بيكون ملوش اسم، او ممكن احط له اسم اندكس 0 1 2 3 لغاية الاربعة، خمس سجلات: country, description, destination, points, price, province، ريجون 1، ريجون 2 الى اخره من البيانات تمام. طيب كيف بدي اختار عمود معين؟ في عندي طريقتين، اما
بكتب اسم الداتا فريم دوت اسم العمود او اسم الداتا فريم بفتح براكتس اسم العمود بين كوتيشن. طريقتين نفس الشيء. هنا كيف بدي مثلا على سبيل المثال بدي اجيب الفيرست ديسكريبشن، يعني انت متخيل معايا هنا تطلع انه انا من هذا العمود بدي اجيب اول فاليو. الان انا اول ما اختار هاي بروح برجع لي ليست، انا بدي اول فاليو فيها فبروح بختار اوف الزيرو بالضبط. فانا عندي ثلاث طرق، يا اما ريفيوز اسم العمود اوف الزيرو، فبالتالي هنا اول قيمه في العمود هذا. تخيل معايا هاي العمود فيه سجلات، تمام، اول قيمه في العمود هذا، او باستخدام الاي لوك او باستخدام اللوك لوكيشن، تمام. في فرق بين الاي لوك واللوك، حنشوفه في اكسرسايز تحت فبيبين معايا، تمام. فبروح بجيب لي هاي النتيجه تبعته، انه هاي الريفيو او هاي الديسكريبشن عفوا. طيب بدي اجيب اول صف، احنا شفنا كيف نحدد اعمده. كيف احدد صف؟ بستخدم الاي لوك او اللوك، نفس الفكره اوف الزيرو. فهنا راح جاب لي اول صف، اول صف انه الكانتري country Italy، الديسكريبشن هاي الفاليو تبعتها، فبالتالي انه هاي اول صف بهذا الشكل، تمام. وهنا نقط نقط نقط، معنى ذلك انه انا في عندي لسه فاليوز كمان، وفي عندي الفاريتي، تمام، هاي الفاليو تبعتها وهاي الفاليو تبعتها بهذا الشكل. فهنا لو حطيتها برضو لوك نفس الفكره، يعني حطيت اندكس معين بجيب لي صف حسب الاندكس هذا. طيب نرجع للعمود. العمود هذا بدي اجيب، جبنا اول قيمه حطينا انه براكت زي هيك زيرو، او استخدمنا اي لوك زيرو. بدنا نجيب اول 10 عناصر، اول 10 عناصر. فبالتالي هنا اسم الداتا فريم اسم العمود، ما دام انه هي اصلا بترجع لي اياها كداتا فريم، ممكن اعملها هيد 10، او انه انا استخدم اللوك وبعطي له تو باراميترز. ايش الباراميتر الاول؟ بالضبط الرينج، والباراميتر الثاني اسم العمود. هاي وهاي انه تنفع معنا. عليكم السلام. طيب هنا بحكي لي ايش هو الفرق بين الاي لوك واللوك. فبحكي لي هنا انه الاي لوك بدك تستخدم انه نقطتين 10 عشان ترجع 10 عناصر، اما اللوك بدك تديها 9. فبالتالي الفرق بيناتهم انه الانديسيز انه هنا بيبدا ب 0 وهذا بيبدا ب 1، بس هاي الفرق. هنا الاكسرسايز الخامس. ايش مطلوب مني؟ مطلوب مني انه الاندكس ليبلز هذا، الاندكس هذا، انه ايش اختار؟ 1 و2 و3 و5 و8، وبدي احطهم في متغير طبعا داتا فريم اسمه سامبل ريفيو. كيف بدي اسوي؟ بروح بختار هنا الاي لوك، الاي لوك بقول له لو سمحت اختار لي الصفوف 1 و2 و3 و5 و8. فبالتالي هنا بفتح في الاي لوك البراكتس، وهنا جوا بحطهم داخل ليست، تمام. فبروح بجيب لي اياهم هنا. هنا طالب مني انه نعمل داتا فريم بيحتوي على الكانتري والبروفنس والريجون 1 وريجون 2، تمام، واعبيهم بالاندكس كولوم 0 1 10 100، تمام. فبالتالي هنا رحت عملت سيلكت لروز كوما اتريبيوتس، هذا اس كيو ال.
يعني الداتا فريم فعليا انه انا بعمل يعني انه انا في الاس كيو ال ايش بكتب سيلكت ستار بختار كل الاتريبيوتس فروم كذا، لما احط وير بعمل فلتر على مستوى سجلات الروز بالضبط. لما احكي سيلكت اتريبيوت واحد اتريبيوت اثنين، انا حددت اتريبيوت تمام فروم كذا، فبالتالي عملت اختيار لكل الاعمده. لكن اذا استخدمت الاثنين فبالتالي بتعمل سيلكشن على مستوى الاتريبيوت وسيلكشن على مستوى الصفوف الروز. فبالتالي هنا كيف ممكن تسويها في البايثون؟ تكتب اسم الداتا فريم لوك وبتعطي له هنا بالضبط، وهنا بالضبط. حكيت لو الروز هذه فيها كونديشن بروح بحطه هنا. على سبيل المثال انه الكونتري تكون ايطالي، فبروح هنا بحط انه اسم الداتا فريم دوت اسم الاتريبيوت بتساوي فاليو بتساوي تمام. كيف جوا هنا جوا البراكتس هدول بالضبط، فبالتالي هنا بتحط الكونديشن تبعك. نعم لو اكثر من شرط بتحطي اند زي هيك يعني. تمام تمام. فهنا الشرط هنا بالشرط بحطه، لانه هي اصلا حترجع لي ليست، هاي حترجع لي ليست، فبشيل الليست بشيل البراكتس هذه. فبالتالي هنا ايش عملت انه سيلكت هذول الاتريبيوتس هنا where country بتساوي Italy بهذا الشكل. فبالتالي هنا reviews.country بتساوي Italy تمام. هذا الشرط للصفوف وهذا الشرط للأعمدة بالضبط. فهنا لاحظ انه كله Italy الهيد اول عشرة، هيد اول خمسة. طبعا هنا الانديسيز انه يعني انه شال اللي مش ايطالي، يعني انا عندي هنا زيرو ايطالي او وين موجوده في كل هاي زيرو ايطالي، اثنين لا، ثلاثة لا، أربعة لا، لغاية انه هنا السجل اللي بعده قديش كان؟ السجل اللي بعده كان ستة، بعديها 13 22 24 وهكذا. هنا بحدد رينج معين، هنا بدي اقول له اختار لي الصفوف اول 100
لهدول الاتريبيوت. ممكن احدد انه مثلا من 150 ل 200، او ممكن احدد رينج معين. تمام. هذه سيلكت لكل الاتريبيوت وير الكونتري بتساوي ايطالي. هنا طالب مني شوف الشرط انه انا عملته باند، انه طالب كل السجلات داتا فريم، طالب كل السجلات انه يكون البوينتس الريفيو بوينتس لهذا السجل على الاقل 95%. تمام. والكونتري تكون استراليا ونيوزيلند بالضبط. فهنا هاي بيناتهم اند. فهنا عندي لوك، ايش حطيت؟ حطيتهم بين قوسين، لازم احطهم بين قوسين. تمام، عشان يعتبرهم كلهم عباره عن شرط. بالضبط. فهنا reviews.country is in، هنا استراليا نيوزيلند، والريفيو بوينتس اكبر من او تساوي 95. تمام. طبعا مع الرجوع ل التشيت شيت تمام، تقدر انه انت تحل بقيه الاكسرسايزز هذول. بقيه الاكسرسايزز هذول هنا راحوا. ممتعات جدا، يعني هدول بقية الاكسرسايزز ممتعات جدا. كيف انه انت تتعامل مع الميسنج، شفنا احنا كيف نتعامل مع الميسنج في السايكت. هنا برضو بتقدر تتعامل مع الميسنج، هنا بتقدر تعمل جروبينج وسورتينج، بتحس حالك زي كأنه انت بتتعامل مع الاسكيوال. طبعا السمري فانكشن، جيب لي السم للفاليوز اللي في اتريبيوت معين او في سجل معين اذا كانت كلها نيوميريك. تمام. فبالتالي بتحس حالك انه انت بتتعامل مع الاس كيو ال، وعدا عن ذلك انه انت بتقدر تعمل فيها بلوت. البلوت فيه سهل جدا، بس مجرد انه انت تقول له انه دي اف اسم الداتا فريم تبعك اللي انت معرفه، بلوت سكتر نوع البلوت، بتدي له الاكس اكسس والواي اكسس. بالضبط، فبعمل لي اياه زي هيك، وهذا هيستوجرام لوحده لو بيروح بعمل الفترات زي هيك. تمام. فهاي بخصوص الباندا. بتوقع منكم يوم الاحد ان شاء الله انه تكونوا مخلصين كل الاكسرسايزز تبعت الباندا. تمام. طيب خلينا نحكي عن الديب ليرنينج، بس خليني اسجلها في فيديو مختلف عشان هيك